رح نروح لفقرتنا النفسية والاجتماعية. يمكن بهي الظروف اللي عم نعيش فيها فرح كثير من الناس صار عندهم ضغوط، ضغوط بالحياة، ضغوط بالعمل، بالأسرة، بالبيت، بكل مكان. ويمكن في أشخاص تسأل نفسها يا ترى أنا رح أقدر أتحمل كل هذا الضغط النفسي، وماني قدراني أتحمل، ماني قدراني أعمل توازن بين حياتي، بين شغلي، بين كل المشاكل اللي عم مر فيها. وهذا الشيء بالتأكيد ممكن يكون أسبابه عدم الراحة النفسية، عدم الترويح عن النفس، وعدم القدرة على حل المشاكل اليومية اللي ممكن الشخص يمر فيها. كيف ممكن الشخص يتعامل مع هي الضغوط النفسية؟ رح نتعرف أكثر مع ضيفتنا اليوم الاختصاصية بالإرشاد النفسي الأستاذة رند نظري. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. يسعد صباحك، يعطيكم ألف عافية يا رب. طبعا الحقيقة موضوع الضغط النفسي هو طبعا كل الناس بتمرق بضغوط النفسية، وطبعا ظروف الحياة ومتطلباتها أكيد هي بتجعل الإنسان يخضع للضغط النفسي. بس يا ترى قبل ما نبلش، شو هو الضغط النفسي؟ الضغط النفسي هو إدراك الفرد لموقف إنه هو مهدد إله، وبيصير القلق وما عنده الإمكانات اللازمة لحتى يتعامل معه. في الحقيقة إذا بدنا نحكي إنه الأفراد يا ترى كلهم عم يتعرضوا لنفس الضغوط، لنفس الأزمات بالحياة، وكيف بيتصدوا لها يا ترى؟ على درجة واحدة؟ لا، هن فعليا مو على درجة واحدة، عندهم قدرة يتصدوا لهي الضغوط. فالحقيقة بيختلفوا حسب هذا الشيء، بيرجع على خصائصهم الشخصية، شو بيمتلكوا من مهارات نفسية مثل تفكير إيجابي، التفاؤل، مهارة حل المشكلات عندهم كيف، وحتى كمان في عندك خلينا نقول خبراتهم السابقة بالتعامل مع الأزمات، مع الضغوط، كيف يتجاوزوا المحن اللي هن عم يمرقوا فيها. خلينا نحكي بالتفصيل أكثر. عم نحكي نحن عن قدرات فردية بتختلف من شخص لتاني، قديه بتدخل يمكن الخبرات، قديه بتدخل عامل النفسي الاجتماعي، دعم الوسط المحيط من أهل، عائلة، أصدقاء إلى آخره، يمكن في دعم الشخص ولحتى يكون عنده يمكن معلومات أو قدرة كافية لحتى يمكن يجتاز كل هي العقبات. تمام. هلا الحقيقه خلينا نحكي على دعم المحيط، هو له تاثير كثير كبير، بس خلينا نقول هالتاثير بيتوقف على مدى قدره يعني خلينا نقول على مستوى اللي الفرد عنده قابليه ليتاثر فيه. يعني ممكن يكون الفرد هو عنده خصائص شخصيه خلينا نقول بتجعله ايجابي اكثر، فهو اذا اجى دعم اجتماعي او كان المحيط اللي حواليه هو سلبي، فهو ما راح يعني خلينا نقول نسبه تاثره غير اذا كان ايجابي. تمام. ففعليا يعني مدى قابليه الفرد للتاثر بالمحيط هي بتلعب كثير دور. في كثير اشخاص بتلاقيهم هن سماتهم الشخصيه مايله للسلبيه اكثر، فقد ما كان المحيط داعم إلون فهن ما حيتأثروا بهذا الدعم الإيجابي إلون، بالعكس بتلاقيهم بيضلوا بيحطوا لك عقبات، أنا ما عم بقدر، أنا ما بحسن أتجاوز المحن، لأنه بترجع هي خصائصهم الشخصية. أكيد. طيب كل الأشخاص بالعموم بيرغبوا أنه يكون عندهم حالة من التوازن النفسي، لكن وجود التوازن النفسي مو دائما ممكن يكون ميسر، إما ضغوط الحياة، ضغوط العمل، مشاكل شخصية ممكن بيكون بيعاني منها أصلاً الشخص وهو بيجهل أنه هو بيعاني منها. شو هي الخلطة السحرية اللي ممكن تفيد الأشخاص بتحقيق هذا التوازن بحياتهم؟ تمام. هلأ طبعاً نحن في دائماً هي أبسط الشيء اللي وأغلب العالم تستخدمه كوسيلة هي التنفيس الانفعالي. يعني ببلش أنا صديق إلي ببلش أحكي له وفرغ شو عم بحس. تمام. شو عم بحس وشو عم أمرق منه من أزمات. هلأ خلينا نقول ممكن الأشخاص أحياناً ممكن يكون في عندهم صديق لحتى يحكوا له، فأنا ممكن نوه إنه ممكن أسلوب عنا الكتابة، إنه يكتب هو يفرغ المشاعر اللي هو عم يعانيها اللي عم يشعرها، فهذا الشيء بيساعده. شغلة تانية، في عنا في خطوات نحن حتى نكون نحسن نكون دائما هيك أيامنا إن شاء الله راحة أكثر، في عنا مثلا هي أبسط الشيء العناية اليومية. أنا في الصباح كون خصص وقت إنه أنا أعمل فيه تصفية ذهنية، خطط لنهاري شلون بدي، شو بدي أعمل فيه من أنشطة، من شغلات بدي أقوم فيها. لو هذا الشيء، لأنه أحيانا نحن بنلاحظ إذا فقت متأخر كيف بيكون النهار، بقول النهار مبلش من أوليته، فإنه مشان هيك هذا بيعكس على باقي النهار كله. في عنا أسلوب حلو كمان، هذا بيساعدنا إنه نحن نخفف شوي من الشعور بالضغوط والأزمات، هي في عنا الشعور بالامتنان، إنه أنا احصي النعم والايجابيات الموجوده بحياتي. قد ايه مهمه هي القصه اليوم كثير، نطلع على الشغلات المنيحه والشغلات الايجابيه، مو دائما انا ناقصني، انا بدي، انا عم عاني كمان شو عندي يعني. تمام. لانه الشخص وقت انت ببلش مثلا احيانا كثير الناس بيقول لك انا كلها ما في شيء حلو بحياتي،
طب تعال انا وياك نستذكر الشغلات، نعد نقاط شغله ايجابيه بحياتك. وقت ببلش هو يعدهم بيطلع انا لا في عندي شغلات موجوده، يعني صار يطلع على النص الايجابي او خلينا نقول نصف يعني الكوب الممتلئ، صار عم يشوفه النص المليان. هذا الشيء بيخليه يغير النظره السلبيه، بحس حاله انه هو قادر بقى يتخطى الازمات والصعوبات اللي بتواجهه بالحياه. هذا كثير كثير بيساعد. كمان في عندنا خلينا نقول الأنشطة، في عنا كتير كمان شيء مهم هي الناس بتغفلها، في عنا ممارسة الرياضة. أحيانا ممكن ضروري أنا أروح سجل مثلا بنادي، أنا ممكن حدد مثلا 3 أيام بالأسبوع أمشي فيهم لمدة 3/4 ساعة، هذا الشيء كتير بيساعدني. في عنا الاسترخاء، الاسترخاء نوعين، في عنا استرخاء عن طريق ضبط التنفس وعن طريق الشد العضلي، هذا الشيء كمان بيساعد. في عنا التأمل، اليوغا، حتى إذا ممكن إذا حدا حب يرقص، بس المهم نشاط حركي. في نقطة كتير مهمة كمان هي المحافظة على نظام غذائي متوازن، لأنه كمان كتير مثلا خلينا نقول الأكل الجاهز الهاي كله كمان بيأثر. وفي عنا كمان المحافظة على ساعات النوم، يعني أحيانا الأشخاص اللي بتسهر كتير شو يعني ما حصلت على القسط الكافي من النوم، فنهارة بيكون تعبانة فيه، بتشعر بتوتر، وطبعا التوترات الكتيرة هي بعدين بتزيد الضغوط وبتخلي الإنسان غير قادر على التعامل مع الأزمات اللي هي عم يواجهها. وفي نقطة كتير مهمة هي نحن ضروري حتى ضغوطنا اليومية نحن نفصل بين الضغوط والمشكلات اللي عم نعانيها. مثلا أنا رايحة هلأ على الشغل، فأنا حأترك مشكلات المنزل بالمنزل، ما أخذها معي على الشغل، لأنه إذا أخذتها معي على الشغل هي فعلياً مشكلات الشغل ما حتخلي يعني ما حسن أتعامل معها، بالإضافة حيصير في عندي مشكلات بالشغل وبتتراكم الضغوط أكثر وأكثر وأكثر، والدنيا تسكر بوشه ما أعرف لا أشتغل ولا أرجع البيت. تمام هي هي، وهون بالعكس بصير في عنده نظرة سلبية تجاه نفسه إنه أنا إنسان غير قادر، أنا إنسان عم بفشل، بصير اضطربت نواحي عديدة من حياته، هذا الشيء بيعود عليه كله بالسلب يعني. بس في نقطة بدي نوه عليها، إنه الضغوط النفسية هي صح اسمها ضغوط بس هي على نوعين فعليا، عندنا شيء اسمه ضغوط إيجابية وضغوط سلبية. هلا الضغوط الإيجابية هي اللي عم تساعد الفرد لحتى ينجز المهام بسرعة وبحسم، تمام، وهذا الشيء بينعكس عليه بتعزيزه بثقته لنفسه، بحتى انه كمان يتجاوز الازمات اللي هي عم يواجهها. اما الضغوط السلبيه هون بالعكس، الشخص هو ما عم يقدر ينجز اي شيء، بيشعر بالاحباط، نظرته بتصير سلبيه لنفسه، وهون وقتها بتظهر في عنا مشكلات ممكن يعاني منها لبعدين. تمام. طيب هون بدي اسالك، يعني دائما الشخص اللي بيقدر يشوف اي عقبه بحياته ويقدر يشوف منها الايجابي او السلبي هو شخص بيتخطى مشاكله الاجتماعيه وبيقدر يعيش بتوازن، بس في كتير عالم ما بتقدر اساسا تقوم بهي المحاكمه، يعني بحاجه لحدا يساعدها، واحيانا بتخاف تحكي، يعني بتقلك انه انا ما بدي اقول للناس مشان ما حدا يفكر فيني بطريقه سلبيه. بتتراكم هالقصص لتصير لاضطرابات بسلوكهم، كيف بدهم يقدروا يوصلوا لهالمرحله؟ هلا اول شيء هي طريقه التفكير انه انا فعليا ما بدي اطلب المساعده، هي لحالها هي طريقه تفكير انه انا، وهي كثير بنشهدها عند اشخاص. تمام. هلا نحن صراحه في عنا هون خلينا اذا بدنا نخلينا نساعدهم لحتى يغيروا نظرتهم السلبيه او تفكير السلبي، هو بدايه انه نحن مثلا نشوف عنا الفكرة السلبية، نشوف لها فكرة إيجابية مخالفة إلها، هي بنسميها نحن ضحط الأفكار اللاعقلانية. يعني مثلا كل فكرة غير عقلانية عندي، مثلا أنا لازم مثلا لازم أكون ناجح بكل شيء حتى أنا أكون الناس يحبوني، فهي فكرة غير عقلانية، لأنه أنا ممكن مثلا أفشل بشيء بس أنجح بشيء ثاني. تمام. فأنا أشتغل على هي الفكرة وتغييرها، هذا الشيء بيساعدني. طبعا هي من خلال جداول بصير الشخص بيسجل الأفكار السلبية الموجودة عنده وبيتحضى شيء ايجابي اكثر، ممكن يكون من خلال شخص يعني نقاط موجوده عنده، من خلال توجيه لنفسه كيف هو بده يغير هالفكره. شغله ثانيه انه يستخدم حوار ذاتي ايجابي مع نفسه، يعني يشجع نفسه، يعني انا بقدر اني اتجاوز هي المحنه، انا بقدر اني اكون قد المسؤوليه، رح ابحث اكثر عن المهمه. مثلا نفترض هو حيترقى او يحصل وظيفه جديده، فهو ممكن يرتاب الشك انه يا ترى انا حقدر انجح ولا ما اقدر. فإذا كان هو حواره سلبي إنه أنا إنسان ما حأحسن أتحمل هاي المسؤولية، أنا رح أفشل، هو رح يفشل. أما بينما إذا كان استخدم حوار إنه أنا قادر إني أنجح بهي المهمة ورح أكون شخص كفؤ فيها ورح يطلع ورح يتعب على نفسه، فهو حينجح أكيد. وفي عنا نقطة مهمة كمان، حتى الضغوط اللي نحن عم نواجهها بالحياة، هو سبب الضغوط شو؟
الضغوط السلبية اللي حكينا عنها هي تراكم سبب التسويف، انه انا مثلا بسوف هذا الامر يلا لبعدين بحتعامل معه، بصير بخاف اكثر واكثر. فانا هون اجي نظم وقتي اني انا اخذ هي المهام جزئها ونفذ جزء فوقت هو عم ينجح بتطبيق كل الاجزاء، هو رح يعني تزداد ثقته بنفسه اكثر، رح يصير في عنده نوع من التعزيز، وانه انا قادر بقى اتجاوز اي مشكله حتتواجهني وحقادر على حلها. قد ايه حديث يمكن الشخص مع ذاته اوقات بيكون شيء كثير صح؟ يمكن في عبارات صباحيه، ممكن في غنيه نحن بنحبها، ممكن في أكيد. جو معين نحن بحسسنا بالسعاده، اوقات لما بنسمع مين متصبح قد نسمع هاي الكلمه دائما يكون نهارنا كثير حلو. كيف فينا نقدر نحكي نحن مع حالنا ونكون نحن الرقيبين على ذاتنا وعلى تمام. باقي نهارنا تمام. هلا كثير مهم نحن يكون في عنا وعي ذاتي، يعني انا اسمع نفسي من جوا شو عم بحكي. في كثير اشخاص بتتجاهل حديث الداخلي، يعني مثلا نفترض اي موقف صار بصير بيتجاهل، مثلا بصير في حكي وممكن يستخدم اللوم لنفسه. هي انا كثير مهم اذا الشخص كان واعي بنفسه سمع هذا الحديث اللي هو عم يحكيه، الطريقه اللي عم يحكي فيها مع نفسه يغيرها. مثلا وقت كان يحكي بطريقه سلبيه انه يوقف يقول ستوب، انا ليش هيك عم بحكي مع نفسي؟ لا انا قادر، انا شو بينقصني؟ هذا الشيء بيشجع نفسه. هو دائما التشجيع الذاتي هو كثير بيساعد انه هو يحقق النجاح بحياته. أكيد يعني معلومات كثير مفيدة قدمتي لنا إياها اليوم، نتمنى نكون أعطينا هيك شوية إرشادات للناس. شكرا كثير لكم، شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية على الاستضافة الحلوة. شكرا لك مرة ثانية رندو، كل التوفيق.